ما شاء الله عليكم. بصوا معظمنا بيعمل حاجه ان احنا في ناس بترتب المنهج كده من اول العام الدراسي، انه في مرحله معينه هنخلص مذاكره، بعد كده هنبدا مرحله المراجعه، بعد كده حل الامتحانات. عايز اعرف منكم بقى انتم مشيتوها ازاي؟ يعني ابدا بك يا رف، ليديز فيرست. شكرا لحضرتك. هو في الاول كان طبعا في اول السنه الدراسيه وكده الموضوع كان شويه بسيط، وكان متوفر لي وقت كبير قوي ان انا اقدر احل براحتي، ان انا اقدر اطلع براحتي، وكمان كنت بشوف طبعا على اليوتيوب في مدرسين ومصادر كتير قوي اللي انا اقدر اطلع عليها وكده، فكنت بفتح يوتيوب اشوف المدرسين والحاجات اللي انا كمان محتاجاها. فلا في اول السنه بصراحه كان الموضوع كله متنظم قوي. جينا بقى عند نص السنه لما خدنا الاجازه، بعدها بقى يعني حياه ما بعدها حياه بصراحه. بس ده كتير قوي، كتير قوي قبل الامتحانات. ما هو مش قبل يعني مش بعد نص السنه على طول، بس برده مش كتير، يعني بعد نص السنه مثلا باسبوعين ما كناش لسه خلصنا مناهج وبدانا مراجعه، فكانت بقى جديد مع قديم. وطبعا كمان بدات كمان مراجعات اونلاين، بصراحه كنت مهتمه برده بجانب الاونلاين مع الدروس اللي باخدها عادي على في المدينه بتاعتي يعني. بس والحمد لله عدت. اصعب فتره فعلا كانت فتره المراجعات، بس ده ريحني قوي 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 في ليالي الامتحان. ليالي الامتحان كانت بتبقى ليالي خفيفه، بقدر الم المنهج بسرعه قوي، واقدر بقى احل امتحانات براحتي. يعني الموضوع بقى الشوامل ويا ترى هحل كام شامل النهارده، لا ده كان بسط لي الدنيا كتير قوي. موضوع التخطيط والترتيب الزمني زي ما حضرتك قلتي، اللي هو انا هخلص كذا على فتره كذا وكذا على فتره كذا، بحيث ان انا اجي في الاخر في نهايه مرحله يعني ابقى مرتاحه نفسيا. جميل جدا.